بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسيها إسلام ستوديو جهنم يمن كم تكسب إنا بميل رئيس بأحمد أدن إسبقا جون تمهر تزول الله تسكر لأكالة السموال. نسيها إسلام ستوديو أدراشاتشن سلك كتر 0958-00-65-55 موبايل 0910-47-88 أديس أبابا جوبيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الأخلاق للأخت الملتزمة وسلوكها القويم سبيل لنصرة الدين وإقامة صرح الشريعة إن شاء الله تعالى. بزيه أجر ملكت ست مسلموك يمجمو مسلم أهت من أينة باهري فمن أينة أخلاق متى نتندر لباس لما يثن مكرة فكنيتهم مسلم أهتوش يمدمو يا مسلم سيتوش أخلاقاتشو سنمقباراتشو بامارة قدر دين الإسلام لمرداس دين الإسلام يبلي لمهون يلاتشو درشا كله نو عندهم نصر لما قنيتنا مسلموش عندهم دين الإسلام درو ينبرون هيبة درو ينبرون كبر يزقنينا سووش يا كبروت زن سووش يا كبروتم على كبروت اسلمنا يا الله سبحانه وتعالى ديننا، ولكن اسلمنا سووش لا اسلمنا يا الله شو املك كتريهوننا ودا اسلمنا يمدو زندم يا سيتوش درشا جو بدام يقول لنا سووش منا قرسو وين دمو خطبه ما يدرقسو دعوه ما يدرقسو سايفون بزون كذي تشكر يا الله مثالي هونو ار ايا هونو ጥሩ ምሳሌ ሆኖ አርአያ ሆኖ ሚመራ ሰውና ነውና ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረው ስለሆነም ይሄን ሸሪዓ የበላይ ለማድረግ እስልምናን የበላይ ለማድረግ እስልምናን የድሮን ክብሩ ያገኝ ዘንድ የሴቶች ድርሻ እጅግ በጣም የጎላ ነው። فإذا وجدت الأخت الملتزمة حقا فإنه يثني على الإنسان ويكون المجتمع في خير. ሴቶች ጠንካራ ከሆኑ በአቋማቸው ማሻአላህ ከሆኑ ቁርአንና ሐዲስን ተግባራዊ የሚያደርጉ ከሆነ እስልምናን ሰዎች በጣም ያከብሩታል። ይሄም ይሆን የሚችለው ለምንድን ነው? ከሴቶች የሚወጡት ሁሉ ልጆች እስልምናን ተግባራዊ የሚያደርጉ ስለሚሆኑ። ለሆነም እስኪ ሙስሊማ እህቴ እስላማዊ ስነ ምግባሮችን ሁሉ እስላማዊ ባህሪዎችን ሁሉ እላሽ ላይ ለማንጸባረቅ እስኪ ራስሽን አዘጋጂ። እነዚህ ደግሞ የሙስሊም ሴት ባህሪ ምን ይመስላል ወይም ደግሞ የሙስሊም ሴት መገለጫ ምን ይመስላል የምለውን ለማየት ኢንሻአላህ ተዓላ እንሞክራለን። ነስአሉላህ አን ይወፍቀና ለኩል ኸይር ወያስመና ሚነ ዘለል። ለመጀመሪያ የሙስሊም እህትን አንደኛው መገለጫ በምናይበት ሰዓት የሙስሊም ሴት ቀልቧ ከሽርክ በጣም የጸዳና በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ